ما تخافش على بنتك، مش هيقدر يعمل لها حاجة لأنها ببساطة ممكن تفضحها. تفضحها؟ تودينا أنا في توكر؟ ده إيه اللخبطة اللي أنا فيها دي بس يا رب؟ راح تقابل واحد بجروب الساعة واحدة، راح يعطيك 5 مليون دولار وراح تحطهم بحسابك على دفعات وتبلش تحول فيهم على حساب ليالي 50%، مثل ما أنا بقول لك، والمبلغ هذا راح تاخذ منه 10%. بيضحكوا عليك بالعشرة في المية، أنت هتاخد المبلغ كله عبد الحفيظ وما حدش هيقدر يعمل لك حاجة. طب والشيك اللي مضون عليه هناك؟ لما يرفع قضية بيه هندفعه لك زي ما عملنا مع فتح. اليوم وصل لعبد الحفيظ على القاهرة 5 مليون دولار. عظيم عظيم. شكرا شكرا. سلامة داية. طب مش رح تقلي مين صاحب الفلوس هيدي؟ أنا. قدرت هيك يا سيدي، عملت صفقة سلاح وطلع لي قرشين مرتبين، ومش هنجيبه لهون أكيد رح يصير لي مشكلة كبيرة. فهمت بس الفضول رح يخليني أسألك، صفة السلاح هيدي إجت منين وراحت لوين؟ يا سيدي مرحب عليك، نحن اثنين صرنا شركة وبمركب واحد. شوف يا سيدي، أنا بعرف واحد علاقته كتير منيحة بتنظيم القاعدة وبيعرفني إنه أنا على علاقة مع منذر شلهوب وطلب مني سلاح. ومنذر شلهوب بعرف إنه السلاح هيدا رايح للقاعدة؟ أكيد. غريب، ليش منذر شلهوب مع مين ومين ضد مين؟ يا سيدي نحن خلصنا الصفقة وطلعنا وطلع لي مبلغ ما بحلم بربعه. لحظة. ألو. شو عم تقولي؟ عم تحكي جد؟ لا 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 لا، ما تحركي، خليكي محلك. أنا جاي 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 لعندي. خير شو في؟ خبر إلي سنين سنين ناطره. مدام حامل، مستأذن منك.